مبدأ المتظاهرين، أي زوج كتل نفس والله أنا متحمل، والله أنا متحمل، لن يعني في هذا الموضوع القضاء لن نتحمله. وقلنا يا جماعة ده الحركين، يا جماعة ده الحركين، والله إحنا من التداول داخل المجلس إنه ما في شخص فينا يتحمل إسحاق نفسه. احنا مصيرنا لوين؟ الى الله. والله ما نتحمل روح. فلذلك برضه تجدون في الحته دي ما فيها سكتن ولا فتيتين مره يزول ونعمل لنا والله ما سكي الى العداد. والقضاء هو دور كلمته. احنا ما عندنا اي كلمه، القضاء اتكلم بيه والقضاء تمشي ان شاء الله.